على سفوح هذه الجبال الشاهقة في ريف تعز طريق ترابي متعرج ومتهالك، جحيم ومرهق لكل من مر منه ذهابا وإيابا. هذا الطريق يعد الشريان الوحيد لآلاف المواطنين القابعين في غياهب عزلتي القحاف والحقل بمديرية جبل حبشي ريف تعز، حيث لا بنية تحتية أو كهرباء ولا طريق إسفلتي أو مشروع مياه. طبعا هذه الطريق أصبحت ضيقة ووعرة وتحتاج إلى توسعة وتحتاج إلى مسح، وإضافة إلى تحتاج إلى رص بعض الأجزاء وبعض المقاطع وعمل جدران ساندة وجبيونات تحفظها من السيول. التضاريس الجبلية الوعرة في المنطقة جعلت التنقل بين تلك المناطق أمرا لا يخلو من المخاطرة، ناهيك إن كانت الطرق بهذه الوعورة كما هو الحال هنا. وأمام هذه الصعوبات لم يقف الأهالي مكتوفي الأيادي، بل قرروا التحدي وشق وعبور المستحيل بدوافع وتحركات مجتمعية وذاتية. والله عندنا مبادرة في عزلة القحاف، هذه المبادرة أن الطريق أصلا المواطنين يعني يضايق الطريق من هنا وهنا، الطريق هذه دائما تسرق أو يسرقها المواطن من كل الأماكن، فقاموا أصحاب عزلة القحاف بتبني مبادرة مجتمعية للحفاظ على الطريق وتسهيل الطريق للمواطنين. مبادرة الأهالي تهدف إلى توسيع ورصف طريق القحاف الحقل بعرض 6 أمتار وعلى امتداد يتجاوز 13 كيلومترا ورصف المناطق الوعرة كمرحلة أولى تمهد لمراحل قادمة. شحة الموارد المالية وغياب الممولين معضلة كبرى تقف في وجه المبادرة، غير أن تفاعل الأهالي أشعل فتيل مبادرات مماثلة في المنطقة والمناطق المجاورة تكللت بالنجاح والإنجاز. نسعى جاهدا على أن تحسين مستوى جودة الطريق من أجل تلبية خدمات المواطنين، ونحن نؤمن بأن الطريق هي شريان حياة، ومن أجل تحسين شريان حياتنا يجب علينا أن تكون هذه الطريق ذات جودة عالية وفي صيانة ومستمرة. منذ بداية الحرب اعتاد الأهالي على التكاتف وجمع التبرعات والتنافس في تبني المبادرات التنموية علها تعوض غياب الدولة وخدماتها الأساسية المفقودة. محمد العامري لقناة سهيل تعز.